النوع السادس من الإيمان بسميه الإيمان النفعي أو إيمان المصلحة. راجل بتاع مصالح. نيجي لإنجيل يوحنا أصحاح 6 يوضح الرب يسوع المسيح الإيمان بتاع المصالح بتاع المنافع. يوحنا 6:24-26 يقول إيه؟ فلما رأى الجموع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. الناس بتدور على يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم ما تصرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم الآيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. يبقى الناس دول رايحين عايزين إيه؟ عايزين يأكلوا. عندهم مصلحة. فالناس بيبحثوا عن ربنا علشان مصالحهم. ناس كتير بيواجهها في الخدمة في كل العالم. الناس كتير تيجي تصلي وقت الزنقة وقت الأزمات يعرفوا ربنا ويبكوا ويصلوا من أجلنا وحد عنده مريض حد عنده قضية حد عنده مشكلة مش عايزة تتحل مشاكل بالبيت فيبدأ يصلوا. بعد ما مشاكلهم تتحل تدور عليهم ما تلاقوهمش. زي ما خليني في نموذج تاني يمكن شكله ما يبداش بالطريقة دي لكنه كان إيمان مصلحة. لما فرعون وموسى لما كان موسى يروح يضرب أرض مصر بضربات على أرض مصر عشان يحرر شعب الرب وبعدين الضربة توجعه وتوجع الشعب فكان فرعون يروح لموسى يقول له أخطأت صلي له أنا وشعبي أشرار صلي من أجلي أن يرفع الرب عني خلاص أخليكم تخرجوا تعبدوا الرب. فرعون رايح تأيده اعتقاد مصلحة رايح عايز ربنا يرفع اللعنة الموجودة على الأرض. هو عنده احتياج ان الارض بتاعته تعيش بعيد عن الاوجاع. فناس كتير قوي يعرفوا ربنا ويجروا ربنا ويصلوا ويطلبوا الرب بس هو ايمان مصلحه. عندنا مريض عايزين ربنا يشفيه حد عليه روح شرير. ناس كتير قوي ياما صلينا الناس كتير من ديانات وجنسيات مختلفه عليهم ارواح شريره او ساحر وبعد ما الرب حررهم وشفاهم ما رجعوش تاني للمسيح. هم امنوا ان المسيح يعمل ايه ومعجزه هم عايزين ياكلوا عندهم احتياج ان المسيح يصنع ايه ومعجزه لكن ما يقدروش يكملوا ابدا ابدا في حياه الايمان. فالايمان ماله؟ هل في ايمان المصالح مازال موجود؟ اكيد مازال موجود لغايه النهارده والناس بتدور في اماكن كتير قوي ان عايزين ربنا انجاز التعبير سامحنا الرب عايزين الله الساحر الله اللي يشبع احتياجاتنا الله اللي يعرف يكرمني وينجحني ويبعت لي فلوس يبعت لي مصاري الله اللي ينجح ولادي الله اللي ينجح كل دنيتي. فاذا كان في الله من هذه العينه انا محتاج هذا الله. فطبعا هذا الايمان المصالح موجود منه كتير واللي للأسف حتى بعض الخدام أنا بسميهم تجار الدين لكن الرب يحمينا والرب يسندنا ويساعدنا في هذا الموضوع. لكن بحب أعطي فرصة مرة تانية لكل مشاهد بحب أشجعك أنك تتواصل معنا رقم الهاتف موجود أمامك وعلى فكرة تواصل عن طريق الهاتف أو ممكن تتواصل عن طريق السكايب إذا الموضوع أثار أي تساؤل في داخلك منحب نسمع منك.